طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. يا مساء الهلا ويا مساء الغلاي. حيا الله كل مستمعينا ومستمعين وجهتنا السعودية ألف ألف أف أم. رح أكون متواصلة معاكم على مدار أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس وعلى مدى ساعة كاملة مثل هالحزة يعني من الساعة 12 لوحدة بطاقات بلا حدود. وبما أن اليوم نهاية الأسبوع حبيت أني أخليه موضوع خفيف نتكهو مو موضوع يعني موضوع خفيف. رح نشوف إحنا شلون نتصرف بالحالة هذه لو وقعت أو سارت علينا، شلون رح نتصرف لو تم فصلنا من وظائفنا. أبوي أكيد أنه رح تختلف وجهات النظر، رح تختلف ردود الأفعال، كل واحد له رد فعل معينة أو مختلف عن الآخر، ما بين محبط ما بين ممكن يكون سعيد بهالفصل. لكن حقيقي لو تم فصلنا من وظائفنا يا ترى شني ردات الفعل أو شلون المفروض إن إحنا نتصرف؟ في 40 نقطة أنا حاولت يعني أختصر 40 نقطة هذه فتقعد تضحك ب15 نقطة يعني سريعة وخفيفة ممكن إحنا نتصرف في حالة تم فصلنا. اللي حابين يشاركون معاي في هذا الموضوع تم فصلك من وظيفتك، عندك يعني مقترحات لو إن أي واحد فينا نحط في هذا الموقف شلون يتصرف؟ كل اللي عليك بس انك تتشاركون معي باصداء اراكم في موضوع اليوم عبر ارقامنا المعتاده. اللي حابين يشاركون معي عبر الاس ام اس مشتركين الاس تي سي على 847700 موبايلي 640660 زين 746262 خط هاتفنا. لا تنسونكم تشاركون معنا على 012-61-61-100 ايضا صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @الفلفافان واتمين العبد الله. خليني أول شيء يعني أقول لكم إن من قال إذا فصلوك من وظيفتك تعتبر نهاية المطاف أو إن حياتك تكون انتهت؟ لا بالعكس، هي ممكن تكون حياتك على وشك إنها تبدأ، ممكن إنها تكون بداية مشوار جديد، يكون مشوار أفضل، مشوار مليء بالنجاحات، تكون هي بالفعل خطوتك الأولى نحو تحقيق سلسلة من النجاحات اللي لو أنت ظليت في هذه الوظيفة كان مستحيل أنك تحققها. رح تكون ممكن تكون بداية فصلك هي انطلاقتك الحقيقية، من خلالها رح تقدر أنك تحقق ذاتك، رح تقدر أنك تتعلق على المناصب، رح أيضا من خلالها أنك أنت رح تطور من نفسك. لكن شو اللي علينا المفروض أن إحنا جتنا ورقت الفصل شلون نتصرف هالحزة؟ أول شغلة رح أقولها لكم بكل سهولة، ممكن أنك أنت تروح يعني عند البحر. أول شغلة حطوها ببالكم روحوا على البحر. ليش؟ امشي على البحر يعني حق نص ساعة ساعة لقد ما تقدر، يا حبذا لو كنت حتى يعني بتمشي حافي وتتخيل أنك تركت وظيفتك خلاص، يعني مو معناته أنك تركت وظيفتك أن انتهت الحياة فيني أو هذه الخطوة يعني ثقيلة على قلبي. لا، خليني أفكر أني أنا الآن رح أبدأ مشواري الجديد. ليش نمشي عند البحر؟ لأن البحر معروف أنه بيسحب الطاقة السلبية من الإنسان. فحلو أنك أنت حتى لما تكون ماشي حافي رح يسحب الطاقة السلبية ورح تلاقون نفسكم أنتم يعني تاخذ زفير وشيك، رح تلاقي نفسك صرت أخف الألم، حدة وطأته بتكون أقل. حلو، أنصحكم ممكن أنكم حتى تاخذون حجر أو صخر مثل ما يقولون البعض وتذبونه في البحر، قطوا في البحر ويحنا نقول يلا هذا فلان زميل الفلاني، أو تقولين هذه زميلة الفلانية وانت ترمون البحر ترمون عفوا الحجر. ليش؟ لأنك كأنك بتقذف الإنسان هذا اللي ما كان عنده روح التعاون الانسجام أو حتى التقدير، بتطلع كثير من الطاقة السلبية اللي داخلك. أيضا من الشغلات اللي ممكن تسويها أنك تحط قائمة، القائمة هذه تتضمن كل شيء كنت تكرهها في وظيفتك القديمة. وحلو أنك القائمة هذه كل مرة بتكتبها راح تلاقيك أنك كل مرة راح تقلل من الأشياء اللي كنت أنت بتكرهها في وظيفتك القديمة وراجعها. حلو، ليش؟ لأن ترى هذه الشغلات كل اللي راح تكتبونها هي الشغلات اللي كانت بتصيبكم بالاكتئاب. الأشياء هذه هي اللي كانت بتسبب لكم المشاكل، مشاكل حتى ممكن تكون تافهة سخيفة.
المشاكل هذه لما احنا نقعد نفتكرها وانا اكتبها وكل مره بتخلص من شغله رح تكون سد منيع، سد قوي اني ما اتحسر على وظيفتي القديمه. ايضا ممكن ان احنا نحط قائمه، القائمه هذه بتتضمن كل حاجه انا كنت بكرهها في نفسي، وعقبها احرق هذه القائمة لأنك رح تكون جاهز لبدء حياة جديدة كشخص جديد. ليش أحط الأشياء اللي أنا كنت أكرهها في نفسي أو في ذاتي في الوظيفة القديمة؟ ليش؟ لأن أي إنسان فينا ممكن يمر بلحظات ضعف، مش علشان هو ضعيف الشخصية أو إن شخصيته كذا، لا، لأن ساعات إحنا بنمر بمواقف أو بنحط في مواقف تحتم علينا إن نكون ضعاف في لحظتها، في موقف، مشكلة، أو أمام شخص ما. أيضا من الشغلات الجميلة والحلوة أنكم ممكن أنكم تسوونها أنك تروح للمطعم. بالضبط، روح المطعم، دلع نفسك، دلل نفسك، حتى لو كنت بتسوي رجيم، معلش اكسر الرجيم يومتها واطلب الوجبات اللي تحبها، كل حتى لو تاكل دبل كل دبل، ماكو مشكله، اطلب المزيد من الاطعمه، لان كل الحاله اللي انت حتكون فيها هذه كلها عباره عن تفريغ للزعل اللي كنت في لحظتها. ايضا من الشغلات الحلوه اللي لو تم فصلك، ممكن انك انت كل مره بتخرج ممكن او تركب سيارتك انك تشغل المسجل باعلى صوت، تردد، تغني بصوت عالي، غني بصوت عالي حتى لو كان الناس اللي حوالينك بيقعدون يطالعونك او ينظرونك بيطلعونك بنظرات غريبه، يعني شنو في هذا، شو السالفه، لا، حط السي دي اللي بيعجبك، الاغاني اللي بتعجبك، واقعد غني. ويا سلام يا سلام لو مر مديرك جنبك وشافك، ولا حد من ربعك الرذيلين او الناس اللي اللئيمه اللي كانوا معاك في الدوام ويشوفونك انت مبسوط ومستانس. خير وبركه. ايضا ممكن انك تدخل دوره كاراتيه، تعلم الكاراتيه، حلو انك تتعلم الكاراتيه. ليش الكاراتيه بالتحديد؟ لانه بيعتبر من افضل الطرق للتنفيس عن غضبك، وانك ايضا مو بس بتنفس عن غضبك، اغلب العالم اللي بتخسر وظائفها او ان بيتم فصلها بيحاولون يتعلمون ملاكمه، كاراتيه، شغلات فيها تنفيس، فيها ضرب، يعني حتى انت مو بس بتنفس عن نفسك عن طريق الضرب، لا، رح تتعرف على مجموعه، ممكن تعملون سبورتنج جروب، تقعدون كل واحد يتكلم، ممكن انت بتسمع ناس مر بظروف أصعب من ظروفك، وقتها رح يهون عليك ظرفك. انفصلت من وظيفتي، طلعت من وظيفتي، معناته عندي plenty of time، عندي مساحة كبيرة من الوقت أني ممكن أستفيد منه. حلو، من الشغلات الحلوة أنك ممكن تسافر، أعطي نفسك فرصة. حلو بالذات الأشخاص اللي يعني انظلموا في وظائفهم أو تم فصلهم، وبالذات فصل تعسفي، حلو انك اول شغله تسوي انك تروح على اقرب مكتب سياحه وتقطع لك تيكت وتروح على دوله من الدول الجميله اللي يعني، طب اكيد انه حسب مقدرتك الماديه، سواء كان داخليا او خارج، داخل المملكه او خارج المملكه، لانك انت بتنفس وقتها، بتطلع زي ما قلت لكم الطاقه السلبيه اللي كانت فيك. حلو انك تقعد ايضا تراجع نفسك، تراجع حياتك، السنين اللي طافت انا ايش الاخطاء اللي ارتكبتها بحق نفسي. بالسفر 7 فوائد، من ضمن فوائدها انك بتعمل ريستارت لذاتك. رح نطلع فاصل سريع لأذان صلاة الظهر، وعقبها ان شاء الله رح نرد مع طاقات بلا حدود وخطوات ممكن ان احنا نتخذها اذا تم فصلنا من وظائفنا. طاقات بلا حدود مع أمينة العبد الله. مساكم الله بالخير وعساكم على القوة، رح فيكم مرة ثانية مستمعينا وأحبتنا في كل مكان بحلقة من طاقات بلا حدود، واللي مثل ما قلت لكم قبل الفاصل إن اليوم نتكلم فيها عن خطوات المفروض أنك أنت تاخذها في حالة تم فصلك من وظيفتك. أكيد كل الشكر لكل أحبتنا على تويتر واللي بيدعمون دائما ودوما طاقات بلا حدود، أواز عبد القادر وأم عمران وسمير بخاري
يوسف عبد السلام، أنس كلينتون، عبد الوهاب الزهراني، محمد الجهني، رؤيا نورة مكة حقنا، وأنس الغامدي، بسام. دائما شوف لما أجي عند مكة حقنا هذه بضحك حلوة تعجبني. ساكن مكة سبحان الله العظيم، عاشق السفريات راجح الحربي وأحمد الحربي، وأيضا حمود عمري وإرجوان، عدنان مرغلاني، حوحو، أمون السقري، مجرد إحساس، وأبو ريان، وشحير معنا قال أنا أول اسم أول واحد رتبتي أمينة. الله يسعدك ويسعد أيضا كل مستمعينا. قلت لكم مجموعة من النقاط إن المفروض إذا تم فصلك من وظيفتك شنو تسوي. في ناس قالوا طب إحنا ما عندنا بحر وش نسوي، نروح البر. ضي الابتسامة I think إيه، روح البر، حلو البر، حتى البر من الشغلات اللي بتشيل الطاقة السلبية، بس حاول إنك تمشين الله يكرمك ويكرم سامعين إنه بدون يعني الجزمة، لأن يعني البر واسع كبير، فضة قدامك تقدرين يعني مو تشكين همك لله سبحانه وتعالى، وتقدرين إنك تفرغين كل الأشياء اللي تألمك، الطاقة السلبية اللي فيكي كلها بتطلع. أيضا من الشغلات اللي ممكن إنك تسويها إنك تشتري رواية قصة وتقعد تقراها، تقراها بس على فكرة مش على دفعات، لا حاول لك تقراها كلها دفعة واحدة، تسوي لك أجواء رائعة، أجواء هادية، واقعد اقرا هذه القصة مهما كان حجمها، حاول انك تقراها دفعة واحدة لأنها بتخرجك من الأجواء السلبية اللي انت بتكون فيها. أيضا من الشغلات الجميلة والحلوة اللي انك ممكن تسويها انك تتصل على أصدقاء الطفولة، أصدقاء الطفولة أو أصدقائنا القدماء أو أصدقائنا اللي بيكونون معانا على مسيرة حياتنا، هذول من أكثر الناس اللي بيكونون قرب منا، وأكثر الناس اللي بيكونون يحتضنوننا ساعات غضبنا، ساعات زعلنا، مثل ما بيحتضنوننا ساعات فرحنا، هم أكثر الناس اللي بيكونون يحتوونا بجميع مراحلنا. دلع نفسك زي ما قلت لك، دلع نفسك، دلعوا أنفسكم، روحوا المطاعم، أيضا ممكن لكم تدلعون أنفسكم بجلسات من التدليك بس تكون طويلة. حلو أنك تروح جلسات تدليك بالذات إذا كنت أيام وظيفتك ما كان عندك تايم، ما كان عندك وقت أنك بتروح تعمل جلسة تدليك. يلا اختار المكان الحلو وروح أعمل جلسات تدليك واسترخاء. شغلة مرة حلو ممكن أن إحنا نسويها، إيش هي؟ اللي هي انك بتقعد تطلع صندوق الذكريات او تطلع صورك القديمة، حيل حيل حلو، بالذات اللي كانت في بداية مسيرتك المهنية، في بداية اول ما تخرج، حلو ان بنقعد نتذكر كيف كانت الدنيا لما كانت ممتلئة بالفرص. حاول انك تحتفظ بهذه الذكريات، او عفوا تحافظ عليها. ليش؟ لأن الذكريات هذه لما ترد مرة ثانية وتقعد تطالعها رح تعطيك دافع أنك ما زلت قادر على أنك تبدأ من جديد. حلو أننا نقعد في جلسة كوميدية مع أصدقائنا مع أحبابنا، نشاهد يعني مقاطع أفلام كوميدية ظريفة، وممكن أكسر بعد وقتها الرجيم، ممكن حلو الآيس كريم، الآيس كريم اللي أحبه أو المفضل، سويت، حلويات، شغلات، هذه كلها الشوكليت والآيس كريم. ليش بقول لكم إيه ممكن نقعد في جلسة مرح أن نركز أن نأكلها؟ ليه؟ لأن معروف كثير من الدراسات بتقول لك أن الآيس كريم والشوكليت هذه بترفع نسبة السعادة سبحان الله عند الإنسان، وبتقلل من نسبة الاكتئاب. آخر نقطة رح أقولها في شنو الخطوات اللي ممكن تتخذها إذا تم فصلك، هي أنك تتذكر أن لا توجد حدود لأمالك. حاول أنك تحسن من نفسك، تحسن حتى من العالم اللي حوالينك، وتأكد أنك رح تحقق نجاح باهر. أهم شيء هو أنك تبدأ المشوار. هذه يمكن مجموعة، هي أنا قلت لكم 40 نقطة، أنا اختصرتها في كم نقطة لأن عشان الوقت يسعفني وأقدر أني أخذ مشاركاتكم الهاتفية. أكيد أنا سعيدة جدا بمشاركاتكم على فكرة في نقاط الله ما قلتها توني شايفتها. يلا بمشاركاتكم راح أقولها لكم في مع الاتصالات اللي حابين يشاركوني موضوع اليوم. يلا شاركوني، دزول أسماءكم أو مشاركاتكم عبر الاسمس مشتركي الاستيس على 84770 موبايلي 640660 زين 7462 62، وخط هاتفنا 012 61 61 إيميا. أبي أعرف
بالذات الأشخاص اللي تعرضوا لمثل هالموقف، تم فصلك من وظيفتك أو تم فصلك من وظيفتك، شو اللي سويتوه؟ شنو الإجراءات اللي اتخذتوها؟ أول شغلة إذا كنتوا تتذكرونها شنو اللي سويتوه؟ شلون قدرتم الألم هذا؟ هو ألم أكيد إنه شديد، أي إنسان بيمر فيه بيمر بيحس، في ناس كثير من شدة الإحباط والاكتئاب بيحسون إن حياتهم انتهت، وهي في الواقع ما انتهت، بالعكس هي بداية مشوار جديد إنك تحقق نجاحاتك زي ما قلت لكم في مكان ثاني. يمكن ربي رايد لك بالفصل هذا لأن ربي رايد لك الأفضل والأجمل، أجمل مما أنت كنت تتوقع. حمود العمري مبدع يا حمود، واللي حابين يشاركوني أيضا عبر صفحتنا بتويتر والفيسبوك على آت ألف ألف أم وأتمينة العبدالله. راجح الحرب طيب اسمها طاقات مش نطاقات، أكيد رح ناخذ مشاركتك. حمود العمري يقول ادرس واقعك باستخدام نماذج دراسة الواقع مثل سوات، وابحث عن عمل يناسبك قدراتك ومواهبك، وعدل من جوانب القصور وعزز التميز. الله عليك نهاية، سعد مساكي يا نهاية، حياك الله. ومحمد أحمد وأيضا جودي قمر. أبو ريان بيقول ترى البكي أو البكاء هو العلاج الحقيقي عشان تنسى فصلك من العمل. أنا أتفق معك، يعني أنا من الناس راح أعترف أني بكاية، بس الدموع يمكن كثير اشتكت أنا ما بأبكي، لكن الدموع أو البكي هي تعتبر ترى على فكرة من البوابات اللي من خلالها أنت بتقدر تفرغ الطاقة السلبية اللي خارجك، وبتحس نفسك رديت، بس رديت أقوى ومن جد رجعت أقوى، تحس أن الموضوع اللي بكيت علشانه ولا حاجة، موضوع تافه. طيب وحيدة يا قمر تقول أمون والله لو قدر الله وانفصلت بهدي نفسي هدية. الله عليك يا عجبتني كثير. بدر البدور وجدة حقنا، مكة حقنا وجدة حقنا، يلا تستهلون جدة أكيد. يسعد مساكي بدر البدور، عبد الله العمودي ومحمد الجهني، سلطان اليوسف يقول لي فترة أدور أبا، يلا شغلة ثانية أحاول أفهم الأسباب، ولو سبب في سبب بشتكي عليهم. ايوه حلو، تقول بشتكي عليهم في مكتب العمل واخذ 60,000 ريال، تنطح ريال والله ما انت بهينه. اخوي محمد الجهني صديق ردام يقول اذا تم فصلي لسبب تقصيري على تصحيح وضعي والعمل بجد، هعمل على تصحيح وضعي والعمل بجد، واذا تم فصلي لعدم حاجتهم لي هذا يعني علي البحث عن الامان الوظيفي قبل كل شيء. احنا كنا يا محمد اكيد بنبحث عن الامان الوظيفي، لكن هنا المشكله بتكمن. يلا ناخذ اتصالات. هذا يا لب قلبك يا فهد، شهقت حتى لا شعوريا. مساء الخير. مساء الانوار، والله بنتظر اسمك يا فهد. شلونك؟ يا هلا مساء، الحمد لله. شلون سمينا؟ بعد قلبي تمام. فهد ابي رقمك عقب شوي، ابيهم ياخذونها من فهدة. خذيتها فادو والله يا ويلك كيف وينه. طيب باخذها مره ثانيه. فهدة سمعتي موضوع اليوم يا قلبي؟ اي سمعته. ها يلا ايش رايك؟ الله لا يقول ان شاء الله. اللهم الواحد ما يخوفين انت تتركين الاذاعة يمينة، حرام عليك. شوفي انا ما اترك مكان، مستحيل احب الا اذا تم هم الاستغناء عني. يا قلبي والله لو ان شاء الله لا هذا بيتي الثاني، وان شاء الله ما يجي هذا الموضوع. اكيد اي مكان احنا بشر في النهايه، واكيد بيصير في اختلافات وجهات النظر، لكن في النهايه اختلافات وجهات النظر انا بنظر لها من ناحيه ايجابيه، من ناحيه انها بتعززني في المكان هذا، لان كل ما جاتنا صعوبات وتجاوزناها عارفه يا فهيدة ساعات انا بحس ان المكان بالعكس بيربطني اكثر فيه، بيقوي علاقتي فيها. انا ما بنظر حتى الصعوبات اللي بواجهها في المكان اني اتركه خلاص، لا، الا اذا وصلت لمراحل عدم الاهتمام، التهميش، عدم التقدير. انا اشوف ان اي سواء انا او اي واحد ثاني المفروض انه يروح وينطلق في وظيفة ثانية أخرى. صح، هذا صحيح. طب أنت يعني أنت لو أنت مكاني، لو أنت مكاني وتم الاستغناء عنك إيش بتسوي؟ لا يمكن في مكانك أحد أنت يا أمين. يا بعد قلبي لبساتك والله حبيبي. والله أقول يعني صراحة اللي بالوظيفة الله يعينها، مع ترك الوظيفة يعني تعودين على هالمرتب، مشكلة ما مثلنا إحنا اللي جالسين ولا نبيع خروف ولا بعير ولا تيس ونعيش بو ناخذ يمكن 3 شهور بو. أنت من تبعين؟ أنت تبعين ولا يعني الرجال اللي عندك؟ أنا والوالد والله نبيع، والله عيشتنا منوع على سمها الحلال، على الغنم وعلى البعير. تعالي يا فهيدة قولي لي شلون تبعين البعير الأول، خلينا نمسك في الغنم أول شيء.
الغنمي أنا ما عندي بعير يعني ما عندنا بعيرين بس شوف جيراني الغنمي نبيع منه والله عيش منه وبرك والله حتى من الرواس بس هو بس والله صار غالي سعر على 1500 2000 شكلي بجي أشتري من عندك أجل يا فهيدة أنا تصين فيني لا لا كل حلالي حالتي يعني يا بعد سبدي والله يا بعد سبدي والله أنا شوف والله إن العيش اللي على الحلال واللي على على ما قلت يعني الأشخاص الخاصة أحسن من المرتبة والله عليك يعني سمعتي هذه تسويقة فدوى فعلا البزنس الخاص يعني سمعتوا يا شباب لما نقول لكم البزنس الخاص لما نقول لكم البزنسكم الخاص الشباب مو مصدقين في هذا إلا يبغون يمسكوا لك على وظائف يا جماعة هذه هي حتى البنات والله حتى البنات يا سلام صدقين الحافز والله أنا يجينا الحافز والله إنه أقول خلوا الخواتي بس يا شفت كلامين يقول نبي جوال ونبي 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 مشكلة يعني يا بعد إحنا ما تعودنا لا شيء عادي والله يا بعد قلبي يا فهيدة فهيدة شلون لما أجي أشتري خروف شلون نعرف إن الخروف هذا جيد يعني بقى حاخذ من عيمي بس شلون نعرف إنه جيد هذا على حسب الحرف يعني إذا ما تعرفين خلاص ما راح تعرفين جيد شكلي بدخل البزنس هذا يلا فهيدة 50-50 بجي تشارك معاكي إنزين الله يحفظك حلالك حلالي يا بعد بعد قلبي تسلمي لي حبيبتي انا جدا بسعد باتصالاتك ومشاركاتك يلا نحن نطلع فاصل يا فدوى طيب شكرا لكل اللي ما زالوا يرتوتون اسامه او يا اخوي بسوم عفوا بسوم اسمه بسوم لان دائما بغلط باسمك عفوا اللي حابين يشاركوا معي في موضوع اليوم عبر الاس ام اس مشتركين اس تي 98 4 7 7 0 0 موبايلي 6 4 0 6 6 0 زين 7 4 6 2 6 2 اذا تنفصلت شنو اللي راح الاجراءات اللي تسويها ايضا عز المراجل سومه محمد الشيراني وافنان الغامدي جودي قمر نهاية في ذاته ولبيت قلبك تسلمي منك يا نهاية الرتويت وايضا جد حقنا بدر بدر يعني قلت اسماءكم تم فصلكم من وظائفكم ايش الاجراءات اللي راح تسوونها ايش اللي راح هل معناته نهايه المطاف او لا هذا اللي راح اكيد اسمعه عقب الفاصل خليكم على هوانا وهواكم هوا الف الف اف ام طاقات بلا حدود مع امين العبد الله كثير من التغريدات الجميلة والرائعة صراحة عدن مرغلان يقول إذا تنفصلي أروح مكتب المدير وأضحك في وجهه وأقول شكرا على الفصل بداية حياة جديدة يا عدن صحيح عبدالله العمودي يقول أسافر وأغير جو بس تعرفين صعب لحظة يوم أني أطرد من عند أحد أحس نفسي أطرد أنت على نفسك بتقول أحس أن نفسي ظالم بس الحمد لله ما مر علي أني طردت أحد لا يا عبدالله شوف إحنا ما نطرد أحد الطرد صعب لأن كلمة تحس بالله ونعم الوكيل هذه توديك بسابع يعني 60 داهية إذا أنك ظلمت إنسان بطريقة طردة لكن إذا كان عندي شخص غير كفو شخص يعني ما مستفيدة منه ماني مستفيدة منه بس ماني مستفيدة منه مش معناته أني أنا قاعدة أظلمه لا إذا هو ما يبي يشتغل يمكن أني فعلا ذيك الحزة يعني أقول له شكرا أمون الصقري عني إذا فصلاني عن وظيفتي أروح أدور وظيفة ثانية عادي حياتي موقفت علشانهم الله عليك يا أمون أنا عدنان صراحة ردة فعل عجبتني أدخل مكتب المدير وأضحك عز المراجل والله أنك من جد عز المراجل زي فهيدة عن 10 رجال في بداية قلبها بتقول راح يقول لعز المراجل راح اعتبرها نقطع السطر وابدا اقوى من اول بالسطر اللي يليه الله عليك النهاية بتقول اذا تم فصلي بدون سبب وانا كنت اعطي مجهودي اكثر بكثير واخلاص وفصلاني بطلع واضرب الباب وراي بقوه وابحث عن مكان افضل عفي عليك وعلى الكلام هذه ابحثي عن مكان يقدرونك ويعرفون قيمتك ويعرفون ان عندهم موظفه كفؤ موظفه ممكن اني اتدرج في سلم وظيفي واطلع لاعلى المناصب ممكن اني اختم ممكن اني اقدم الطاقات اللي فيني اقدم الابداع اللي فيني بدل ما هذا الابداع يقعد سرك محل يسعد مساكي امينه تحياتي رجاء الماضي يمكن بدايه تعليمي للغنى يقول محمد الزعيم او هذا محمد رجاء الماضي تحياتي لك اخوي رجاء شكرا لك محمد الزعيم يقول يمكن بدايه تعلمي للغنى على فكره المواهب ساعات مواهبنا هي تكون المواهب ساعات تكون مدفونه نحاول نمارس مواهبنا او مواهب جديده لان لما تكتشف مواهب فيك
راح تكتشف من خلالها بوابة رزق. زي فهيدة لما قالت أنا ببيع الغنم وأنا بيجيني حافز، بس حافز مثلا بعطيه خواتي يشتروا لهم جوالات، يشتروا لهم اللي يبونه. هي قاعدة تمارس مهنة رجال وهي بعشرة رجال. يلا خلينا نشوف محمد معنا. محمد يا هلا يا محمد. أبد محمد. ألو الاتصالات ضغط، فرجاء اللي يمسك الاتصال يحاول يشارك دايركت. أبو ياسر، أبو ياسر. طيب ناخذ علاء. علاء السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام، حياك الله يا علاء، شلونك؟ أسعد الله مساك أختي أمين. وأسعد الله كل أيامك يا رب. تفضل يا علاء. أمين. قبل أدش الموضوع قبل ثلاث أيام تابعت برنامج لكم اللي هو فلسفتك في الحياة. فلسفة النسور؟ اي معنا النسور بالضبط. اي كان اي الاسبوع اللي ختبنا فيه الاسبوع اللي طاف. تفضل. حاولت اتواصل معكم ما قدرت، ولكن كان عندي اضافه وتعليق. فلسفه الف الف اف ام هي اميال عبد الله. اوه اي والله جد ما اقول ام جامله، واللي بيسمع يقول كيف. شكرا لك، هذه انتم دائما بتخلوني مثل النسور، ابحلق لاعلى سماء. النسر بتحلق لاعلى بوينت، الأعلى نقطة، هي أكثر الطيور اللي بتحلق في السماء. ومستمعين ألف ألف ومستمعين بالتحديد طاقات بلا حدود. بالفعل أنت بتخلوني أجنحة مثل النسور بصراحة. أتحديك يا أختي أمينة دليل، لأنه أنت بتحط مواضيع بتداوي مشاكل الشخص والواقع والمجتمع اللي احنا فيه. ونتمنى ان شاء الله نوصل، والمكتب العمل العمال بيسمعون يوميا لله الحمد، سواء بالرياض او بجدة بيسمعون برنامج طاقات بلا حدود، ويعني من الوقت الثاني بيتواصلون بيسمعون، مش بيحاولون. على فكرة لا تفتكرون انهم ما بيحاولون، ان يعني المشاكل اللي انتم بتقولونها ما ياخذونها بعين الاعتبار. والله العظيم كلمة يعني راح احاسب عليها بيوم من الايام امام خالقي، انهم بيحاولون بالفعل على قد ما يقدرون يجمعون مشاكلكم دي نقاطكم، بيحاولون انهم يعالجونها. والاسبوع القادم بمشيئه الله تعالى الخميس القادم راح تكون معنا مسؤوله كبيره من مكتب العمل راح تطلع عليكم. اي بخصوص موضوع اليوم، بخصوص موضوع اليوم، انا ارى فصل الشخص من وظيفته ومن عمله هي نقطه تاثر لانطلاقه جديده. نقطة حلو، انطلاقة جديدة. هي نقطة تعثر لبداية انطلاقة جديدة. مثلا الخل يوم يجي ينطلق. كيف تعثر؟ يعني إنسان تعثر في وظيفة الحالية. أوكي. مو معناته طاح وانتهى الموضوع، لا. عفي عليك. كأنه رجع خطوة للخلف وبينطلق من جديد. مثلا الآن لما أنا برجع أرمي السهم أو أرمي السهم، حضرني أسحب السهم على الخلف لأجل انطلق بقوة واندفاع جديد. صحيح. الله عليك. هذه هي ثاني شيء. النقطة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلثي الرزق أو 13 رزق في التجارة. الله عليك، هذا اللي دائما نقول. الوظيفة ما هي أساس الحياة، إذا انتهت الوظيفة انتهت الحياة. لا شكرا، ما رح نقدر نقول أسماء شركات، دائما أقول لكم لا تقولون. على فكرة بس على شكرا لك عشان أعطي حق المتصلين. بس أنا حضيف نقطة، ساعات حتى إحنا لما يتم فصلنا من وظيفتنا أكيد ساعات بيكون بسبب كلام، بسبب يعني إذا كنت أنا جيد كموظف جيد، بيكون في موضوع في مجموعة من الزملاء اللي بيعممون أو بيعتمون علي. وقت فصلي بيضحكون ضحك وبيستانسون. في مثل بيقول لك إذا طاح الجمل اكثرت سكاكينة، لكن السكاكين هذه اللي بتقعد تقطع فيك تاخذها أنت على ظهرك وتروح تنطلق من جديد. وقتها صدقني لما أنت تثبت نفسك في مكان ثاني وتصير أعلى منهم، ذيك الساعة السكاكين هذه تقعد تشيلها وترميها تحذفها عليهم وأنت اللي تضحك. خلينا ناخذ نورة، ولا إيش رأيك يا نورة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السكاكين يذبها عليهم ولا ما يذبها إذا وقف مرة ثانية؟ ما فهمت عليك أمينة. ساعات الإنسان لما يتم فصله بشكل تعسفي أو بشكل ظالم بيقول لك المثل إن إذا طاح الجمل اكثرت. اي انا عارفه امينه، بس انا نفسي ما يهموني اللي حواليني، انا يهمني نفسي. انا خلاص انفصلت، بس انا التصرف الاول انا صحيح ترى اللي قلتيه كله انا احترمه واعرف ايش فكرت فيه، ان انا اتصرفت ببرود يعني ترى كله مفيد. يعني انا بالنسبه لي ممكن اتصرف مجنون، تخلين ذولا اللي تشمتون جاهزين بس لقوا ماده دسمه يعني يمكن يوم كامل يتكلمون في رده فعلي. بالضبط. عرفتي كيف؟ حلو. يعني موضوع يعني التصرف المجنون ذا مش كويس، ومو عاد ان الواحد يتعلم. يعني في 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 مبدا او محاضره في تطوير الذات
اللي هو كيف تتكيف مع صدمات الحياة. صحيح. هذه لازم نتعلمها وأنا أول واحدة أتعلمها، وللأسف ترى في نظرية وفي تطبيق، أنا لو أطبق أفضل، بس إذا ما تعلمتها عمر ما راح أطبقها، بس لو تعلمتها بحاول بفكر شوي. فهذا مصيبة أن سبحان الله الصبر عند الصدمة الأولى. صحيح. أنك إيش تأخذ الأمور ببساطة. صحيح. نبي الخطوة اللي بعد كذا هي الخطوة التالية. يعني أنا ممكن أتصرف ببساطة وأقعد أتصرف كذا، بعدين أنا بدون وظيفة مين يصرف علي؟ بعدين أنا ممكن يكون في حقوق لي، فأنا مو من الذكاء أن أنا أستمر في ذات الفصل. هذا في البداية أول ساعة أول ساعتين أول ثلاث ساعات ترى كل يعني قولي نص يوم اقرأ الله يسجها، لكن أنا ممكن يجيني لو تصرفت صرف المجنون ممكن يجيني جلطة بالضبط ارتقان. أنا إنسان 40 و30 طبيعي بسر الأمور. بعد كذا أنك تمتد الصدمة فورا وتبدأ تفكر تفكر بالفصل، هل معهم حد؟ أعدل نفسي أبدأ فورا. إذا أنا مشكلتي مع المدير طولت لساني معه، أنا أشوف الدورة على الشخصيات، أو إذا هو سيء جدا كيف أتكيف مع الشخصيات، كيف أتعامل مع الشخصيات المعقدة. إذا مثلا فصل تعس أول شيء أسوي شكوى، ومو نحن نقول أعرف حقوقك أعرف حقوقك، تعرف إيش حقوقك؟ راجع محامي ولا بشوف إيش حقوقك. فهي مسألة مبدأ، إذا ليه حق أنا أخذه يفصلونه بس لا. وبعدين في أنا أفكر بشكل إيجابي جدا، إذا أنا كويس هذا إضافة للسي في، عندي عمل عملت زيادة إضافة للسي في، أنا لما أروح يطلع أنا اشتغلت 3 سنوات ولا 4 سنوات ولا إن شاء الله شهرين يطلع في السي في تبعي، وراح يزيد فرصة قبولي في وظيفة أخرى. صحيح، هذا اللي قلنا نخليها بوابة لبوابة نجاح ثانية، مش معناته نهاية المطاف. لا والله يا أمين أنك أحسنتي فيني، أنا لو أترك وظيفة يمكن أسوي فيلم هندي. لا أنتم أنا بقول نقاط عديدة يمكن ساعات بتفلت عليكم بعض النقاط. أنا قلت يعني حتى مواهبنا نبدأ يعني نكتشف مواهبنا، حلو إني أخلي موهبتي إيه هي وظيفتي وإني أبدأ، لأن ساعات عارفة مع العمل عارفة نورة ننسى أنفسنا ننسى هواياتنا الحلوة. ممكن وظيفتي غلط يا أمينة، أنا تدربت في السجلات الطبية يا أمينة، قسما بالله جاني اكتئاب. شفتي كنت أحس كأني خدامة. قدرت تبدعين ولا قتلتي نفسك؟ أنا ما في مجال إني أبدع، عمل ملك حاب إيه أعمل لمجرد إني نورة. أعمل وأحقق ذاتي. طيب. عملتي يعني فقط عمل عشان أخذ من الكبسولة نهاية الشهر اللي هي كبسولة الراتب، ولا أبدعت اشتغلت أبدعت واستمتعت؟ الاثنين يا أمينة، أنا بغيت الاثنين، بغيت أحقق أيوة ذاتي. نورة نورة أقول لك في وظيفتك هذه اللي تقولين أنا يعني كان كابوس أم كبسولة وكبسولتين ثلاثة ما عجبتني ولا شيء، بس إن أنا بغيت أتكيف معها وتعلم شيء جديد، لكن ما حبيتها أبدا. ما حبيتها سبحان الله، لغة جسدك تفضحك، واضح إنك أنت ما تبي العمل وخلاص، فأنت ما تبيهم هم يبون. عشان كذا يا نورة اتحرر من اللي قلبك أنت فهد، عشان كذا أنا بقول حلو إن نكتشف هواياتنا ومن خلال هواياتنا نبدأ يعني نعمل عملنا. أنا حتى يمكن في مرة من المرات قلت إذا أنت قاعد تشتغل في وظيفة ما حسيت إنك تتطور، ما أنت حاسبة إنك قاعد تبدع، حاسس بملل، أنا يعني هي مجرد الكبسولة مضايقات يعني في إسفاف العلاقات مع الزملاء أو مع رئيسي في العمل، تهميش، هي يمكن اللي بتسكننا هذه كبسولة الراتب اللي بناخذها نهاية الشهر، لكن مو معناته أني أنا أقعد طول عمري في هذه الوظيفة. لا، أبدأ أبحث اليوم، ما جتني الفرصة الوظيفية اللي أنا أتمناها أو أني ألاقي نفسي فيها الشهر هذا حلاقيها الشهر اللي عقبه، ما لقيتها الشهر اللي عقبه حلاقيها اللي عقبه. عمر البيبان ما تتقفل، باب رب العالمين عمره ما تقفل، فإشلون راح تتقفل البيبان؟ ماكو باب. وزي ما قلت يا نورة مرة من المرات، ساعات ممكن كل المفاتيح اللي أنا أستخدمها ما تفتح معاي، بس يفتح معاي آخر مفتاح. طيب، في عمران بيقول التطور المستمر وتعلم مهارات جديدة يساعد الإنسان على أنه يبدع، وقضية الفصل ما رح تكون عاتق أو عائق له، رح تكون فرصة جديدة لهذا اللي إحنا بنقوله. نهاية تقول أمونا وينها فهدة؟ فهدة موجودة في حال حبيبتي، إن شاء الله رح نتواصل معاها أنا وإنتي. يلا إيش رأيك فواز؟ أكيد أروح أدور شيء ثاني يناسب مؤهلاتي. وحيدة كالقمر، كل فصلة فيها خيرة، أكيد حتكون بداية جميلة، الله عليك يا وحيدة. محمد الجهني عجبني يعني أيضا ردة فعله على الفصل اللي بيجي، يقول عندي عند فصلي من عملي كنت متضايق جدا، ولكن يقول اتجهت إلى الله والاستغفار وعوضني الله خير. الله عليك يا محمد، عشان كذا أنا بقول لكم باب الله لا يقفل أبدا.
مشعل الحمد، شكرا لكل اكيد اللي معانا موجودين على تويتر واللي بيرتبطون لطاقات بلا حدود، وبالتحديد حلقه اليوم اللي بنتكلم فيها اذا تم فصلك كيف تتصرف او شنو الاجراءات او الخطوات اللي المفروض انت تتخذها. اكيد كل الشكر لكل اللي بيرتبطون لطاقات بلا حدود، لكن خلينا اذكركم على السريع الارقام اللي حابين يشاركون معايا. STC 8477700، موبايلي 640660، زين 7462622، خطات 2012، 61 إمية، تويتر على @الفلفف أموات أمين العبدالله. طاقات بلا حدود مع أمين العبدالله. كل الشكر والمحبة والتقدير لكل اللي بيعمل رتويت لطاقات بلا حدود، الفارس حلوم عبود المصعبي وماجديشن الجهني، يعني منير أسعد الطائفي، ترابل أي أبو هتان الوروري، هوازن وإيطالي فور أفر، ياسر الجلوي، وأيضا اتحادي 87، وبسوم 969، عز المراجل سومة. شكرا لكم، جدا سعيدة يعني بهذا التفاعل الكبير على تويتر وفي موضوع اليوم، كل واحد قاعد يحط ردات فعلة. اتحادي 87 شكرا أمون على الموضوع، يسعد قلبك ويسعدكم يا رب كلكم أجمعين. إبراهيم عبد الله شكرا لك اللي كاتبة، إذا أتمنى أنا أتمنى يتم فصلي من المطبخ حلومة ماكو فصل حرام عليك يا حلومة، الله يسعد قلبك ضحكتيني. حلومة إذا تم فصلك من المطبخ طيب في ضحايا راح يصيرون في ضحايا كثير. هذه الوظيفة اللي مستحيل يعني اللي إذا تم فصل الشخص منها العمود البيت راح يعني في ضحايا تترتب عليه. إبراهيم عبد الله بيقول له النجاح بسيط وقابل للتنبؤ ويزداد بسهولة كلما تعلمنا المزيد منه طالما أنك تعرف طريقة الوصول إليه. راشد أو عفوا هاشتاج رشاد فقيها، الله عليك. مش على الحمد يقول البلاء إن كان طيب، شكرا لك أخوي. راح أرد على الاسم اس، أحد الأخوان كاتب عجبتني كثير الاسم اس، يقول أمينة إذا تم فصلي أتوجه للمدير، لكن مش علشان أرجع للشغل، لا علشان أعرف ليش تم فصلي وأتجنب الأخطاء والسلبيات مستقبلا. أحمد خاطر، الله عليك يا أحمد، بالفعل هنا إحنا بنكتشف النقاط السلبية أو الأخطاء اللي فينا، يمكن إحنا على فكرة ما نعرفها، يمكن تأخذنا الهوجة، يمكن تأخذنا إن إحنا أنا ما أستحق إني أنفصل، ليش تفصلني؟ طاقات بلا حدود، أبو عمر من جدة، الرزق على الله، كافلة عظيم الشان، كافلة وعظيم الشأن والطموح. طيب شكرا لك، للأسف إن يعني الاسم ما وصلني واضح، شكرا لك. سلوم القوي، سلوم القوي يسعد مساكنا بالناقشك، يقول لنا رأيك. ناخذ محمد. يا هلا يا محمد، شلونك؟ أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، من وين أخوي؟ أنا مو محمد، أنا علي، علي الحربي طال عمرك. أبس علي الحربي، حياك يا علي، حياك. الله حييك يبقيك والله. صراحة أنا أول نقطة صراحة أشكرك يعني صراحة على برنامج الشباب، الشباب عندنا والله محتاجين زي البرامج هذه صراحة. تسلم تسلم، أتمنى. والله غيرتي في ناس، غيرتي ناس واجد، يعني كان في احباطات داخلية من ناحية العمل ومن ناحية الموارد البشرية عندنا صراحة. برنامج هذا أحب أن نتكثف يعني، لأن في ناس والله محبطين عندنا من العمل ومن العمل يعني. يا بختي يا علي، اليوم ما شاء الله ما قصرت، كلكم الله يسعدكم، بس أتمنى بالفعل أنه يكون ما تكون طاقات بلا حدود وجبة دسمة، تكون وجبة حتى وإن كانت دسمة نوعا ما تكون خفيفة على قلوبكم، تستفيدون منها في النهاية إن شاء الله يا رب. إني أكون نعم، هي توجيه عبارة، كل الشباب السعودي ترى طموح وناجح، ولكن ناقصة توجيهات بسيطة. كل شبابنا، كل شبابنا وبناتنا فيهم الخير والبركة، وما هم أقل من أحد، لكن زي ما قلت يعني يبون بس التوجيه فقط والتشجيع، التشجيع وعطائهم الثقة، هذا هو اللي يبونه فقط. نعم طال عمرك. النقطة الثانية بالنسبة للفصل، بالفصل أنا مرت عندي قصة قبل 5 شهور، واحد من زملائي فصل من العمل تعصبي صراحة يعني. طب إيش سوى؟ يعني هو كان يداوم وشغله كويس، بس كان يعني أخلاقه شوي عريض مع المدير يعني. خلاص عشان كذا المدير قاك. هذا نقطة من النقاط للأسف، العناد، العناد العمل يبيه دبلوماسية، حتى لو بتلبس ماسك النفاق تسلك، زي ما يقولون تسلك هذا المشكلة. نعم يا أختي، بس وقت الفصل عندنا
ترى اكثر الفصل يصير عندنا احنا التعصب للاسف يعني ياخذ الى قاتم ومعلقات. ولكن والله العظيم يا امينه ان بعد شهرين رزق بوظيفه دبل راتبه مرتين. تدري ليش؟ تدري ليش؟ لأن لأنه يا علي ظلم، صدقني ظلم في وظيفته، عشان كذا ربي رزقه. عشان كذا قبل شوي كنت أقول لنورة ترى الباب الله سبحانه وتعالى ما ينقفل، إذا تقفلت البشر قفلوا الأبواب، في باب مستحيل إنه ينقفل باب رب العالمين، مستحيل. هذه رسالتي أنا، ما أبي أحد ييأس ولا شيء، والله العظيم رزق دبرت مرتين. ثانيا الوظيفة اللي تعين عليها رسمي، رسمي حلو يعني مو على البند، رسمي يعني. الله كل شيء يرزق على الأرزاق بيد الله والنعمة يعني بالله. الزواج والرزق والبيت هذه بيد الله، لا يرزق فضلك مهما كان، لا تحزن والله لا تحزن، ولكن توكل، توكل حقيقي على الحي القيوم فلا يخيبك. الله عليك، الله عليك يا علي، تسلم. لا فعلا لا تيأس، وقالها الشيخ عائض القرني، عائض القرني لا تيأس. نعم. فعلا ابتسموا تباسموا، ان شاء الله الحياة حلوة وربي ان شاء الله كفيل بأرزاقنا. شكرا لك يا علي. ناخذ محمد. محمد السلام عليكم. يا هلا، وعليكم السلام، حياك الله اخوي محمد. كيف حالك اخت منى، شلونك؟ تمام الحمد لله، انت شلونك؟ حيا الله مع تعديد، الله طيبين شلونكم؟ حيك يبقيك. تمام محمد، قد مريت بهذه التجربة يعني حكاية الفصل من الفصل أو أحد من اللي حوالينك؟ والله أنا ما، الحمد لله أباشرك عملي الحمد لله طيب، الحمد لله رب العالمين تستاهل. بس أنا فصلت مع مريت بتجربة الفصل من الحياة الزوجية مرتين يعني. أي هذا فصل أليم، هذا الفصل اللي الواحد هذه أعظم أعظم ألم شديد. طيب لكن نقول الله يكتب لنا ان شاء الله حياه افضل يعني. اللهم امين يا رب. والحياه ما هي يعني نهايه المطاف، الحياه يعني صحيح. عباره عن مراحل الانسان بيمر فيها، والمراحل والصعوبات هذه او الالم اللي بنحس فيه هذا اللي بيقوينا اساسا في الحياه، في الحياه وبيخلي يقوينا عشان حتى اولادنا نعرف احنا شلون نقدر نقويهم ويواجهون الحياه الصعبه دي. صحيح. وبالنسبه للاخوان اللي جاهم فأقول الله باب الرزق واسع يعني، الله سبحانه وتعالى يعني رزقه واسع والرزاق ذو القوة المتين يعني. صحيح. والنعمة حتى لو قطع البشر رزق الله هو الرازق. والنعمة بالله لن تموت نفس حتى تأخذ رزقها وتبلغ أجلها. الله عليك يا محمد، الله عليك. هذا هو، نعم لازم نكون متفائلين. نعم شكرا لي. وانا ان شاء الله بدأت ابحث عن زواج، ان شاء الله عن زوجي وان شاء الله يوفق الله بذلك. اللهم امين. شكرا لك يا محمد. ناخذ صبحي. صبحي الوقت بدا يجري، اذا فصلت اكثر عشت الله اسمعوا الكلمه هذه، احمد الوزيري ايش يقول؟ يقول اذا فصلت اكثر عشت اكثر. الله عليك يا احمد فهد الحمد، ان شاء الله ناخذك مشاركه هاتفيه الحين. خلي من زهبول الاتصال، ناخذ مين معنا؟ صبحي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا يا صبحي. انا عايز امنحك لقب الدكتوره امينه، لقب فخري. شكرا لك. انا مجرد ما تقولون امينه برنامجك روعه هذا بحد ذاته انتم بتتوجون مجهودي صراحه. لا حقيقي بجد مجمع المستمعين معاكي ومن كل اطياف المجتمع. اروع حاجه، اروع حاجه. اليوم من الباديه بتسمع هذا. نعم. بحد ذاته انا بعتبر انتصار ترى. شهيره دي تعتبر سفيره الباديه السعوديه. صحيح اكيد. ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. والنعم فيها. أستاذ أمينة اليوم أنا هقولك على قصة صغيرة عن بنت سعودية حكيتها لمراتي. البنت دي اشتغلت في أحد البنوك وكانت دايما في صدام مع مديرها لأنها تحمل ماجستير ومديرها يحمل ثانوية عامة، فأصبح في خلاف حاسس بيها إنها أقوى منه. بعد 4 سنين فضل وراها لما طردها من البنك أحد البنوك، راحت اشتغلت في شركة مصاعد وتفاجأ بنفس الشيء اللي كان موجود في البنك بنفس الطريقة مع مديرة ليها بنفس الشيء، سابتها. وسبحان الله بتقول لمراتي انها بعد ما سابت ده وكتبت على النت معرفش في اماكن للوظائف او ايه، اشتغلت اخوها قاعد في الرياض جالها وظيفة في الرياض ب55,000 ريال. الله. مديرة للموارد البشرية. الله روعة روعة، شفت كيف ربي عوضها. وعلى فكرة يا صبحي مش الست السعودية او البنت السعودية هذه، انا واحدة من صديقاتي يمكن أمس وجهت لها تحية وأوجه لها الآن أيضا تحية، يمكن رجعت من أستراليا حاملة الدكتوراه، أخذت ماستر وحاملة الدكتوراه في أحد التخصصات النادرة في الماركتينج، جات هنا يمكن واجهت كثير من الصعوبات، ما حد رضى يوظفها بسبب، حتى رجعت البنك اللي كانت تشتغل فيه، راحت لشركات كبيرة
كانت دائما يعني درجة تقولي أمينة تخيلي والله العظيم ملفي في أحد الشركات ما أقدر طبعا أني أقول اسمها، لكن الملف أمامي انشال تقولوا قطة الله يكرمكم في الزبالة، وقال لها إيش أنت تبغين تجين تقعدين مكاني، لأنها من التخصصات النادرة وجينيس البنت جينيس. بعد قعدت سنة، لكم أنكم تتخيلون سنة من الإحباطات المتتالية في أماكن كثيرة الآن، وقبل يمكن 5 أشهر أو 6 أشهر لقت وظيفة في إحدى الجامعات الكبرى في المملكة وبراتب أكثر من 35,000 ريال سعودي. وخلال شهر، شوف لما أقول لكم باب الله لا يقفل، تم ترشيحها لأنها تكون رئيسة للقسم. أنا أهنيها وأقول لها عقبال يا رب ما أشوفك مديرة الجامعة يا نظر عيني. يلا رح ناخذ نختم، رح نختم مع هاني. هاني أنا وعدتك. أهلين. أهلا وسهلا، أنا وعدتك يا هاني. والله وعدتي ونفذت، الله يعطيك العافية. يا هلا. وعلى فكرة أنا قلت الفدوة أبي هذا يكون آخر اتصال، لأنه يمكن اليوم شوي تعبنا يعني الناس اشتكت من حكاية الفصل وإيش نسوي. يعني أنا حتى يمكن اللي هي 40 نقطة أخذت منها النقاط الخفيفة والسلسة، النقاط ان كلنا ممكن نسويها، نعمل استجمام، نعمل، ما قلت ما اخذت النقاط الثقيله شوي لان حبيت انه يكون موضوع خفيف علينا، خفيف بالذات انها بتكون صدمه، لكن انت بصوتك نبيك تخلينا صدمتنا شوي اخف بعد اكثر. الله يعطيك العافيه. ونختم اسبوعنا بعد يعني وهو رائع. طيب بدك شيء معين تسمعيه ولا اقول من دماغي؟ يلا قول. نبي عبد الحليم، فاكر اغنيه عبد الحليم ميل وحذف منديله؟ اه طبعا فكر. يلا ايش رايك نسمعها؟ طيب بسم الله. طب اقول حاجه تانية برضو لعبد الحليم ولا يلا, يلا قول. لا لا قول قول على راحتك. طيب نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي مشتاق لعنيك مشتاق لك مشتاق وانا لسه مقابلك وفي عز الليل يا حبيبي وفي عز الشوق بكتب لك بكتب لك نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي. ان شاء الله اجازه سعيده على الجميع باذن الله، وربنا يكلل مجهوداتك وتعبك ده بالنجاح ان شاء الله. يعطيك الف عافيه. وشكرا لك على المشاركه يا مصطفى، يا هاني عفوا، شكرا لك. ايضا انا جدا سعدت اليوم بتواصلكم، سعدت بمشاركاتكم الاكثر من رائع، سعدت ايضا بتحفيزكم بدعمكم لي بكلماتكم الطيبة هذه الرائعة اللي أتمنى يعني أني بالفعل أكون قدها وأكون دائما ودوما عند حسن ظنكم يا رب. أكيد كل الشكر لكل اللي أيضا ساهموا معايا اليوم بحلقة طاقات بلا حدود، سواء عبر الـ SMS أو أيضا عبر مشاركاتكم في تويتر، كانت مشاركات أكثر من روعة. وشكرا من جد لكل من أعطى ثقة لحلقة اليوم ورتوت لها، منار وعمران، أخون براس وفواز وأسماء ورمادي، وأيضا جون، أحمد البغلاني، وحيدة القمر، وبسام، لا إن شاء الله أنك بنتي وحيدة حبيبة قلبي، بسام البدري والفارس حلو وعبود المصعبي. جدا يعني سعدت بمشاركتكم ودعمكم الدائما لطاقات بلا حدود، أيضا لكل أيضا اللي سمعوني أصواتهم اليوم وشاركوني في البرنامج. وأكيد الشكر أيضا لزميلتي دوما معايا دراع اليمين بعتبرها، ولي دائما تستحملني راح أقول فدوى بوكس من خلف الأخراج والهندسة الصوتية. أتمنى لكم أنكم تقضون ويكند ولا أروع منا، ونرد مع بعض نلتقي الأسبوع القادم بكثير من التفاؤل، كثير من النجاحات، كثير من الطموح والأمل. الحياة جميلة بس نعرف شلون أن إحنا نعيشها. بمشيئة الله تعالى الأسبوع القادم رح أكون معاكم من الساعة 9 لين الساعة 1 ظهرا، رح أكون معاكم من 9 لـ 12 بتمبو إلين ما ترجع زميلتي الغالية على قلبي نهى سعدي. نتمنى لها أكيد أنها تستمتع أيضا هي في إجازتها، وعقبها رح نكمل مشوار طاقات بلا حدود من الساعة 12 للساعة 1 ظهرا. كنت معاكم أمينة العبدالله، في أمان الله.